ابرز ايجابيات الامس عندك في الحقيقه مروان محسن. مروان محسن دايما كان الكلام عليه كتير جدا، الراجل جاب جون عالمي امبارح، جون حلو قوي. وبرده عايزين نتكلم على مروان خلال تقييمه لفتره كبيره مش مباراه الامس بس، مش منطقي جدا ان انت تقيم لاعب سواء ايجابيا او سلبيا من خلال 90 دقيقه بس، لا لازم تقيمه خلال فتره. هتيجي تقول لي الفتره اللي فاتت مروان كان بيعمل ايه؟ مروان كان ماشي بشكل جيد جدا جدا مع النادي الاهلي. مروان حتى لو ما كانش بيلعب اساسي وكان بيلعب على حساب وليد ازارو، لكن الراجل لما كان بينزل الملعب كان كنا بنحس بفرق وبنحس بمدى ايجابيته وخطورته على المرمى وعلى الفريق المنافس، سواء من صناعه اهداف، المساهمه في بعض الاهداف، في احرازه كمان بعض الاهداف بعد ما نزل في الاشواط الثانيه، الشوط الثاني بالتحديد من كل مباراه يعني. وفي بعض المباريات بداها اساسي. فبالتالي المجمل مروان عامل موسم يعتبر جيد جدا مع النادي الاهلي. مباراه الامس بالتحديد ريحت شويه الجماهير المصريه. كان في قلق بصراحه كبيره على مركزين بالتحديد، وامبارح بقوا ثلاثه، لكن قبل امبارح كانوا اثنين، المركز الهجوم ومركز الباك ليفت. بسبب طبعا كلام كتير كان عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك، في الحقيقه لاعب مميز واكيد كنا نتمنى ان هو يكون متواجد في منتخب مصر، وكلام كتير كان على خط الهجوم ومروان محسن وكوكا واحمد علي. في الحقيقه اللي لعبوا مروان محسن واحمد علي وادوا مباراه كويسه، فانت اطمنت من المكان ده خلاص مش هتحمل همه، وخصوصا ان في تفاهم وتجانس كبير جدا ما بين مروان محسن واللاعبين في ارض الملعب، سواء عبد الله السعيد اللي تالق بالمناسبه امبارح عمل مباراه جيده جدا في الحقيقه لازم نقول كده، وكمان عندك ايمن اشرف في مركز الظهير الايسر بالتحديد قدم مباراه جيده لما نزل في الشوط الثاني، محمد الشناوي كان جيد، طارق حامد لعيب لا غنى عنه في وسط ملعب منتخب مصر، الراجل بيفسد اي هجمه ممكن تيجي على المنتخب، ممكن في بعض الاخطاء ميس باس من الكلام من ده وارد جدا، مفيش مباراه هتكون من غير اخطاء خالص، لا وارد جدا طبيعي ان ممكن يغلط، لكن لعيب في نص الملعب ده اساسي قبل اي حد طارق حامد ده في الحقيقه. فبالتالي المجمل في اطمئنان نسبي بالنسبه للمنتخب، رغم ان دايما قبل بطوله امم افريقيا بيبقى فيه تشاؤم كبير، وبالتحديد قبل البطولات اللي احنا بنفوز بيها في الاخر بيبقى فيه تشاؤم كبير، علشان كده ان شاء الله باذن الله رغم التشاؤم اللي موجود المنتخب قادر جدا جدا على احراز بطوله الامم الافريقيه السنه دي، ومستني كل المسانده والدعم من الجماهير المصريه اللي هتحضر في المدرجات، ومستني كل الدعوات من كل المصريين بشكل عام، لان الدعوات دي دايما حتى لو احنا وحشين في الحقيقه بتخلي المنتخب يقدر يفوز بالبطوله، وربنا عز وجل بيستجيب لهذه الدعوات، ان شاء الله نتمنى ان هو يستجيب كمان لدعوات المصريين خلال مجريات هذه البطوله. نتفائل وباذن الله المنتخب يقدر يحقق البطوله واداء كمان جيد، ومستر اجيري بيلعب بخطه هجوميه جيده جدا، وكانت وحشانه قوي بقى لنا فتره ما كناش بنشوف المنتخب من قبل مستر اجيري، ما كناش بنشوف المنتخب بيلعب بخطه هجوميه زي دي، وتفاؤل كبير ببعض اللاعبين اللي ادوا مباريات وديه بتحديد اخر مباريتين يعني للمنتخب اللي كان بيستعد من خلال بطوله الامم الافريقيه، كان الاداء بالنسبه لهم شكل جيد جدا ومطمئن نسبيا، باذن الله المنتخب يكون موفق.